إنا لله وإنا إليه راجعون. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهمد به الصبر والسلوان. الله يرحمه ويجعل متواه الجنة ويثبته عند سؤال الملاكين. اللهم ثبته يا رب، اللهم ثبته عند سؤال الملاكين يا أرحم الراحمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، اللهم ثبته عند سؤال الملكين، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارزق ذويه الصبر والسلوان. دعواتكم الإخوان مع الفقيد ابن الدكتور تاجي حسن ريحان التاجي رحمه الله، وتغمده بواسع رحمته، اللهم ثبته عند سؤال الملكين، اللهم وسع مدخله يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان محسنا فجد في إحسانه، فإن كان شيئاً فتجاوز عن سيئاته يا أرحم الراحمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال. اللهم وسع مدخله يا أرحم الراحمين. اللهم نور قبره واجعله روضة من رياض الجنة، لا حقة من حفر النار يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا عبدك وبين يديك يا ربنا وبين يديك يا أرحم الراحمين. اللهم تغمده برحمتك يا أرحم الراحمين.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تغمد الله الفقير بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وصبر أهله وذويه. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ثبته عند سؤال الملكين يا رب العالمين. اللهم اسكنه فسيح جناتك، اللهم اغفر له وكافة المسلمين يا أرحم الراحمين. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه ويصبر عائلته يا رب. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم تغمده برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر له وارحمه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب العالمين، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب العالمين.
اللهم تغمده برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله يرحمه يا ربي ويجعل متواه الجنة يا أرحم الراحمين. الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين.